ايه يا انجي؟ مالك؟ بقالك ربع ساعة مبحلقة في السقف. هو يقع علينا ولا ايه؟ السقف بتاعنا هيقع. مين قال؟ انتي. انا في عينك انت هتجيبي لي هارت اتاك؟ امال مالك؟ فهمت. علي قولي لي بقى، علي مضايقك في ايه؟ مش هعرفك ان علي مضايقني. ايه ده؟ هو في حاجه تانيه ممكن تفرس الست ولا تضايقها غير جوزها؟ عندك حق، بس المره دي مش هو بس اللي فارسني، هو وانكل سمير جارنا. ايه ده؟ شكل الموضوع كبير قوي. لا احكيهولي بالتفصيل الممل. حاضر احكيلك. احكيلك يا كوكي، بس عايزاكي توعديني اللي هقولهولك ده يفضل سر بينا. طب يا انجي، سرك في بير طبعا. ما انا عارفه انه في بير طبعا، بس البير بتاعك منفذ على القناطر. ايه؟ هقولك. لا الحمد لله الحرارة أحسن بكتير وكل شيء هيبقى طبيعي، البيبي هينزل منور يعني. بصراحة أنا يعني أقدر أقول لك بعد الكشوفات. دكتور سمير! إيه ده؟ يا مجنون ده، مش شايف العين بكشف عليها، عايز إيه؟ لا ولا حاجة، أنا قلت أجي أجيب لك الطلبات. داخل شوية كده. أنا قلت أجي أجيب لك الطلبات اللي أنت عايزها، وبالمره اتفرج على الستات الحلوه اللي كانوا سبب في طلاقش من الست رجاء. شغال في السوبر ماركت اللي تحت. ولد ظريف اهبل بس طيب. روح وديهم البيت هناك يلا. لا ما خلاص، الست رجاء قالت لي ان هي ملهاش دعوه لا بيك ولا بالطلبات بتاعتك، وخلاص هي ما بقتش عايشه معاك. ايه حاسه بايه؟ ها؟ هي قالت لك كده؟ ايوه هي قالت لي كده. طب خلاص غور من هنا يلا، روح ودي سيبهم هنا وانا حابب اوديهم البيت. يلا خلاص. طيب بالنسبة للبيض عايزه أبيض ولا أحمر؟ البيت؟ البيض البيض. بيض إيه؟ مين اللي عاوز بيض؟ هات الألوان كلها اللي في السوق. طيب. لم البيض ولونه وهاتهم لي. طيب وبالنسبة للجبنة عايزها حدقة ولا تلعب ولا يا ولد ما تلعبش في المرضى يا ابني، خطر والله. دي مسكينة ده عندها الريزوبس في كسكرك. ها؟ مش خلص. طب خلاص اوكي، ممكن يجي لك الريزوبه في الكسكره كده يوديك في ده. بص لم لي كل البيض اللي في السوق ولونه وهاته، وانا جبنه مش عاوز جبنه ما بحبهاش. مش عايز جبنه؟ مش عاوز. طب بما ان انت بقى مش عايز جبنه، انا عايز 186 جنيه 75 قرش. يا ام خلاص، هعد عليك في المحل وهقرر سكوت عايزها حدقه ولا دلع، وهديك 75 قرش. 186 جنيه 75 قرش. حدهم لك ال 75 كلهم خلاص. بس غور بقى دلوقتي، خليها تشوف الهانم. اتفضل يلا. يعني انت هتجيلي المحل؟ هجيلك المحل. وافرض ما جتش؟ هجيلك. مدام رجاء قالت لي لو ما دفعش ابقى تعالالي. البلا وانت شبهها كده، امشي غور. يلا. السلام عليكم. يا ابني دي مش بتاعتك، دي مش بتاعتك. انا مش فاهم العياده سايبه والتمرجي سايبه الباب. حاجه نيله. انت عايزه ايه؟ معلش يا مندوح ادينا دقيقتين بس. بصي يا رجروجه، عشان حساكي كده عندك رهبه وهيبه الكاميرا، وهي الكاميرا ليها هيبه يعني. انا عايزه حلقه سخنه، يا لو حسيتي في اي لحظه وسط الاسئله اللي انا بسالها لك انك عايزه تلطمي وتنزلي تدرمغي في الارض، اعملي كده خلاص. وعايزاكي بقى ايه يعني تسخني، واول ما تبتدي تعيطش انا احب قوي الضيفه اللي يقول لي لا لا معلش لو سمحتي مش قادره اكمل. يا ممكن توقفي التصوير ساعتها؟ انا بقول ستوب، بس هو مش بيبقى ستوب حقيقي. لا بنعمل نفسنا ستوب وبعدين بنخش بالكاميرا على الضيف. انا عايزاكي بقى اول ما اقول ستوب تسخني، افتكري اي حاجه من كده عليكي، افتكري اسعار اللحمه، فاتوره الكهرباء، كيلو ليمونه ب 25 جنيه، يعني عارفه. عايزه حلقه سخنه كده يا رجروجه، عايزاكي تبعبعي. اوكي؟ يعني ايه ابعبع؟ تبعبعي يا ستي يعني تدلدقي اللي في قلبك، تنطوري اللي في دماغك، عايزاكي تزروتي لي الحلقه، امسحي بكرامه سمير الارض. كتك القرف، في مذيعه محترمه تقول تزروتي؟ بتقولي حاجه يا انوش؟ لا يا حبيبتي، بقول يعني هو لسه جوزها ومفيش داعي لده كله. لا هو ما بقاش جوزي، هو هيبقى ان شاء الله طليقي. ايوه يا رجروجه حبيبتي، قطعيه زي ما انت عايزه، بس مفيش داعي يعني للفضايح الاعلاميه. انوش
بليز يعني تحري الدقه في كلامك، زي ما رجروجه قالت لك هو مش جوزها، هو هيبقى طليقها، وعلى راي المثل طليقك طلقيه واي بلوه الزقيها فيه. احنا جاهزين يا مندوح، بس المقدمه هسجلها بعدين لوحدي. مش عايز صوت. ان اكشن. اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا انا جايه اهدي النفوس مع منال محروس. وزي ما بنتمنى في بدايه كل حلقه ان نيجي نلاقي الناس مش طايقه بعضيها عشان نقدر نهديها. وهنتعرف على ضيفتنا النهارده وعلى المشكله والازمه الفظيعه اللي بتمر بيها. ثانيه واحده، ثانيه واحده لو سمحت. كات. مين؟ مندوح، اطفي الكاميرا. ايه ده يا انجي؟ يا جماعه اي حد ملوش لازمه في البرنامج يطلع بره. حاضر. لا يا حبيبتي، مش انتي. خلاص خلاص، بس بظبطها. جود لك يا روحي، جود لك. شكرا. دي كاميرتي انا، محدش يطلع معايا في الكادر. انتاج. انا جاي زي مندوح. معلش معلش. اكشن. النهارده معانا ضيفه يعني مشكلتها بجد من الحاجات اللي اثرت فيا انا شخصيا بشكل فظيع في الفتره الاخرانيه. معلش عشان بس لان هي صاحبتي حقيقي وجارتي وكده، فالموضوع واخده بشكل شخصي شويه. اهلا بيكي يا رجروجه. اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. بس عايزاكي تحكي للساده المشاهدين مشكلتك ايه. هو في الواقع. لا علي صوت. أنا لسه ما قلتش حاجة. في الواقع القرار كان صعب قوي قوي قوي، بس بعد معاناة شديدة جدا. ما تنهاريش يا رجاء. هو الحقيقة كان قرار صعب علي قوي قوي قوي، وأخذ مني معاناة طويلة قوي عشان أقول له خلاص مش هقدر أعيش معاك تاني بعد اللي أنت عملته. يا تيجي يا حبيبتي. يا جماعة دي المكيرة بتاعتها، ومش معنى إن الست تبقى حزينة ومنهارة إنها تفرط في جمالها ويبقى حزنها سبب في إهمالها. طب يا ممدوح لو سمحت. إنجي حبيبتي معلش بليز، مش هينفع تخش علينا الكادر تاني. طب خلاص أنا آسفة. طب أنا جاي زي مندوح. أكشن. وإيه اللي خلاكي تكتشفي خيانة سمير؟ يعني هي اكتشفتي الموقف بسهولة ولا أنتي كنتي شكة ولا الحساسة؟ لا، هو الحقيقة أنا اتفاجئت إن جوزي ما بيفوتش ست أبداً، على طول راجل بصباص، يعني حتى لو لقى المكواجي جايب جونيلا فاضية يمشي وراها، احتمال يلاقي صاحبتها ويبدأ معاها بقى. بس برضو علشان احنا برنامج حيادي وسمير مش موجود، يعني احب اقول ان هو لا ما بصبصليش قبل كده الحقيقه. ايوه انا قلت بصباص مش رمرم. كات. مندوح مونتاج. انا بس خايفه ان طبعا يتطور الموقف مع سمير والمعاكسات اللي بيعكسها، وان الموضوع يقلب انه يمشي ورا الجونيلا ويوصل لصاحبتها ويضرب ورق عرفي، وجواز العرفي ده ممكن ينتج عنه اطفال شوارع يكبروا ويبقوا مجرمين وإرهابيين وحراميين وحشين، يضربوا الاقتصاد والأمن القومي والسلام العالمي ويهددوا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ستوب. مين اللي قال ستوب؟ محدش هنا بيقول ستوب غيري. أنا اللي قلت ستوب يا ممدوح. أنا بس اللي بقول ستوب. لا أنا كمان أقول ستوب، لأن ده بيتي. مش كفاية سمحت لك تقول أكشن؟ في إيه يا إنجي؟ مالك بتزعقي كده ليه؟ في المخرج بتاعي ماسكاه غسيل ومكوى، ما يصحش كده. مش عاجبني يا ستي الهرتلة اللي بتتقال دي. يعني إيه؟ يعني إيه مشكلة شخصية حولتوها لإرهاب دولي؟ يا انجي دي بهارات عشان الحلقه تطلع سبايسي. يا سلام، بهارات ايه وسبايسي؟ انت بتعملي كفته يا منال، انت بتعملي حلقه يا ماما. وبعدين انا مش فاهمه سبايسي ايه؟ الشعب اتهرم السبايسي بتاعكم لحد ما جات له بواسير. يعني انا خلاص مش هبابع؟ خلص البرنامج على كده؟ هستضيفك في الاذاعه. طيب.